السطر اللي بعد كده هنبدأ من أي فراغ سلسلة فوق غرزة البابل، وهنبدأ بالأول فراغ السلسلة. تمام، هنبدأ بغرزة حشو. تمام، بعديها هنعمل سلسلة ونرجع تاني في نفس الفراغ ونعمل حشو. بتجاهل الحشو اللي بعد كده، واللي بعده هعمل نص عمود. انا اسفة، المفروض بنعمل سلسلة الاول بعد الحشو سلسلة، وبعدين بتجاهل الحشو واللي بعده بعمل نص عمود. سلسلة، هتجاهل غرزة، والغرزة اللي بعديها هعمل عمود بلفة. طيب، السلسلة عمود بلفة ده هنكرره 8 مرات، يعني يبقى عندنا 8 عمود بلفة. تمام، وبنتجاهل غرزة تحت، يعني هفوت غرزة والغرزة اللي بعديها هعمل فيها عمود بلفة. سلسلة، تجاهل غرزة والغرزة اللي بعديها عمود بلفة. هكمل لحد ما يبقوا 8 أعمدة. تمن أعمدة بلفة. تمام، سلسلة، هلف على قبلتي لفتين وهتجاهل من تحت 8 غرز. نعد مع بعض، أسفة، 6 غرز. نعد مع بعض، 1 2 3 4 5 6. هدخل بإبرتي في رقم 7 وهعمل عمود بلفتين، وده أول عمود بلفتين غير كامل. هسيب آخر لفة منه على الإبرة عشان هعمل كلاستر زي الزهرة دي. تمام، هنعمل الغرزة دي مرة تانية، فهعمل هنا كمان عمودين، 2 لفتين غير كاملين، هسيب اخر لفة منهم على الابرة واخد خيوطي كلها مع بعض. 3 سلاسل، 2 لفتين على الإبرة، وبعمل كلاستر مرة تانية من 3 أعمدة بلفتين، وهاخد خيوطي كلها مع بعض. كلاستر مرة تالتة بعد 3 سلاسل، مرة تانية انا عملت ايه؟ عملت حشو سلسلة، حشو في فراغ السلسلة الواحد، وبعدين سلسلة، فوتت غرزة من تحت نص عمود في الغرزة اللي بعدها، سلسلة، عمود بلفة فوق الغرزة اللي بعدها، فوت غرزة واللي بعدها بعمل فوقيها عمود بلفة. بكرر سلسلة عمود بلفة 8 مرات، يبقى عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. سلسلة، سبت 6 غرز ما اشتغلتش فيهم، وفوق السبعة عملت كلاستر بعمودين ب3 أعمدة بلفتين، 3 سلاسل، 3 أعمدة بلفتين، 3 سلاسل، 3 أعمدة بلفتين. تمام، طيب هفوت 5 غرز، هنا كانوا 6، هنا 5. تمام، 1 2 3 4 5، فوق الستة هرجع تاني اشتغل نفس الغرزة دي، فوق الستة هعمل كلاستر من 3 أعمدة بلفتين.
ثلاث سلاسل. مرة تانية فوق نفس الغرزة هعمل ثلاث أعمدة بلفتين. ثلاث سلاسل. واخد خيوطي كلها مع بعض. تمام. طيب هنكررها مرة تالتة، بس في المرة دي هنتجاهل اربع غرز. واحد اتنين تلاتة اربعة، في الخمسة هنعمل الزهرة بتاعتنا. كلاستر من تلات اعمدة بلفتين، واخدهم مع بعض ثلاث سلاسل. كلستر مرة تانية من ثلاث أعمدة بلفتين غير كاملين، بسيب آخر لفة منهم على الإبرة واخدهم مع بعض ثلاث سلاسل. تمام. طيب هعمل بعد كده سلسلة وهفوت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وفوق السبعة هعمل عمود بلفة. سلسلة، فوت غرزة وعمود بلفة فوق اللي بعدها. سلسلة، فوت غرزة. هنكررها 8 مرات كده. عملت مرتين، دي التالتة. الخمسة. دي المرة التامنة. تامن عمود بلفة. سلسلة، افوت غرزة، والغرزة اللي بعديها اعمل فوقيها نص عمود. سلسلة، في فراغ السلسلة الواحد هنعمل، بفوت غرزة الحشو وفي فراغ السلسلة الواحد هعمل حشو. سلسلة، مرة تانية حشو في نفس الفراغ. سلسلة، افوت غرزة الحشو اللي بعد كده واللي بعديها هعمل نص عمود. وهكرر بطروني مرة تانية لنهاية السطر، وبنقفل بمنزلقة فوق أول حشوة عندنا. خلص السطر ونرجع تاني.